امبارح تم الإعلان إن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية انتهت من إجراء 1,509,000 عملية جراحية. 1,509,000 عملية جراحية دي حصيلة المبادرة منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2018، يعني بنتكلم تقريبا في 4 سنوات. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار من الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار السيد رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية. صباح الخير يا دكتور، وكل سنة وحضرتك طيب الأول. صباح الخير يا أستاذ أحمد، صباح الخير يا أستاذ بسنت، كل سنة وأنتم طيبين. كل سنة وحضرتك بألف خير. يعود عليكم دايما بخير وصحة وسلامة ومصر كلها. يا رب على حضرتك يا فندم. دكتور، في البداية بنتكلم على يعني رقم ليس بالسهل، بنتكلم على 1.5 مليون تقريبا عملية جراحية لإنهاء قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الحرجة تحديدا أو الحالات الحرجة. إزاي تعاملتم مع هذا الرقم وإزاي يعني تم تحقيق هذا الإنجاز تحديدا؟ حضرتك، قوائم الانتظار دي ظاهرة عالمية مش بس مصرية. صحيح. وفي بعض الدول كبيرة جدا ولها نظام صحي عريق. ساعات في بعض العمليات اللي احنا بنسميها طبيا عمليات البرد او الكولد كيسز، اللي هي ممكن تستنى ما فيهاش مشكلة، بتقعد 18 شهر. الحقيقة في توجيهات سيادة الرئيس في ان احنا يعني الناس بس ما تنتظرش لو في مشكلة صحية، لانها بتكون الحقيقه يعني عبء على المواطن او المريض. صحيح. وعبء على الاسره كلها يعني، وتخفيف من المهم يعني. هذه مبادره رائعه. نعم. وفعلا تم انجاز عدد ضخم جدا زي ما حضرتك قلت من الجراحات، ومش بس جراحات، الحقيقه كمان في حالات كثيره عالجت طبيا اللي هي بالادويه. نعم. التي لم تكن تحتاج جراحات. لكن طبعا الجراحات فيها حاجات حرجه، حاجات عاجلة زي جراحات المخ والأعصاب. نعم. جراحات القلب، الأورام، العيون، يعني في حاجات عاجلة جدا يتعمل منها عدة آلاف من العمليات. وطبعا كل ما بيتعرف هذه المبادرة والإنجازات اللي تمت فيها كل ما بيزيد الإقبال عليها. الحالات بتصنف حسب الأولوية، بتاخد نوع من الرعاية الشديدة وبتعمل لها العمليات اللازمة ليها فورا. يعني زي ما سيادتك قلت في حوالي 1.5 مليون عملية، في حوالي عدة آلاف، 63,000 علاج دوائي، وفي الإجمال يعني كل التوتال حوالي 1.5 مليون. فيها أورام، فيها عظام، فيها عيون، مخ وأعصاب، جراحات أوعية دموية، زرع أعضاء. اتعمل مثلا حوالي 60 عملية زراعة كبد، واتعمل حوالي حاجة 35 زراعة كلى. فكل دي حاجات بتخفف العبء، وليها بعد تاني انها بتزيل اي تداعيات ممكن في تأخير اجراء هذه الجراحات. اكيد. طيب لو بنتكلم على متابعة المرضى يا فندم بعد إجراء هذه الجراحات، هل بيتم متابعتهم ولا لا؟ أو أهمية كمان التأكيد على جودة هذه الجراحات. لا، الجودة ما فيهاش فصال دي حضرتك. يعني الأماكن التي تختار لإجراء هذه الجراحات أماكن معتمدة وفيها كوادر بشرية مدربة. وايضا الحقيقه الجزء الايجابي الاخر مهم، ان تم الاستفاده من كل الاماكن اللي فيها خدمات متاحه خارج اطار المحدوديه. يعني مثلا كان ممكن جدا يتقال ان تامين الصحه، انا بتكلم عن التامين الصحي العادي اللي موجود، تتعمل عمليه في مستشفياته. لا، احنا بقينا يبقى في استفاده من كل الاماكن المتاحه اللي فيها تجهيزات تسمح وفيها كوادر بشرية قادرة تستعان بيها للتدخل وإجراء هذه الجراحات. فالجودة ما فيهاش فصال. الشق اللي سيادتك قلتيه، المتابعة طبعا موجودة، المريض بياخد كارت بعد ما يخرج من المكان اللي أجرى فيه العملية، المستشفى، في الطبي متابعته للتأكد من استمرارية نجاح الجراحة من ناحية، وايضا العلاج الطبي المطلوب بعد الجراحه. نعم.
دكتور محمد، يعني عاوزين نعرف ازاي كان بيتم توزيع المرضى على المستشفيات التابعه لمبادره انهاء قوائم الانتظار، ويمكن انا شفت ده رؤى العين في 2018 مع بدايه انطلاق المبادره، ازاي كان في تعامل سريع واستجابه للخطوط السخنه تحديدا وفتح اغلب المستشفيات حتى ان كانت مستشفيات الشرطه او المستشفيات العسكريه يعني انهاء هذه القوائم لسرعه الاستجابه للحالات. اولا كل المستشفيات، وزاره الصحه صحيح، المستشفيات الجامعيه، مستشفيات القوات المسلحه، الشرطه والقطاع الخاص، نعم، تم الاستفاده من كل هذه الاماكن المعتمده. والاداره التي تدير هذه المنظومه عندها نوع من الخريطه لهذه الاماكن اللي بتستعين بيها، والاتاحه بتاعت مكان اجراء العمليه والكوادر البشريه الموجوده في هذه الاماكن. فهي عمليه منظومه بتدار بدقه شديده جدا زي ما قلت لسيادتك للاستفاده من هذه الاماكن. واحنا بنتكلم على خدمات تقدم في جميع انحاء الجمهوريه. يعني ممكن مجموعه في اسكندريه، مجموعه في الوجه البحري، مجموعه في الوجه الابلي، مجموعه في القاهره وهكذا. طب هل المريض بيتحمل اي نوع من انواع الاعباء الماديه يا دكتور ولا لا؟ اطلاقا يا فندم، اطلاقا اطلاقا ايا كانت العمليه. تقريبا المبلغ اللي تكلفته هذه القضيه مبلغ كبير، وصل لحوالي حضرتك بالظبط 13 او 14 مليار جنيه مصري. جزء من الحالات دي هي مغطاه بالتامين الصحي العادي. طبعا التامين الصحي الشامل بيتولى هذا في المحافظات التي يطبق فيها. لكن في جزء كبير مغطى بالتامين الصحي العادي. التامين الصحي تقريبا دفع حوالي 5 مليار أربعة من عشرة في تكلفة هذه العمليات. نعم. ده بالإضافة لل 14 مليار. 5 مليار. ثم في دعم من بعض الهيئات الكبيرة زي هيئة قناة السويس، زي البنك المركزي. نعم. وأيضا القطاع الخاص، المؤسسات الأهلية دعمت هذه المبادرة. وما زالت المبادرة مستمرة الحقيقة. نعم. طيب دكتور، عاوزين نعرف برضو من حضرتك، بما اننا بنتكلم على المنظومة الصحية بشكل عام، ازاي بيتم رفع مستوى الاداء بالمستشفيات لتقديم افضل الخدمات الخاصة بالمرضى تحديدا، وهل يعني التدريب ليه دور في رفع هذه الكفاءات؟ طبعا يا فندم، شوف سيادتك، المنظومة التدريبية او قدرة الكوادر البشرية في تقديم هذه الخدمات غير مشكوك فيها ومؤكدة. صحيح. في الأماكن اللي بتجرى فيها هذه العمليات، يعني عمليات زرع الأعضاء في أماكن مجهزة لهذا، بتملك القدرة التقنية والمؤسسية والبشرية. نعم. والحمد لله زي ما عرفتوا جامعة عين شمس أجرت مستشفى عين شمس التخصصي. صحيح. أول عملية لزراعة الرئتي. نعم. فطبعا دي بقدرات عالية جدا جدا وعملية تجهيزات دقيقة جدا، لأن احنا عندنا الكفاءة وعندنا العقول المصرية بتاعتها توازي تماما، مش تقول أحسن لكن توازي كل المؤسسات العالمية ذات الخبرة. نعم. فالتدريب المستمر والقدرات سواء للسواقين اللي هي الأطباء والتمريض والمساعدين، كل دي مؤكدة. نعم. مكان نفسه ده دكتور، هنستأذن بس حضرتك لو ممكن بس نرجع لمكان فيه شبكة تاني. حضرتك سامعني كده؟ اه كده سامعين حضرتك فندم. افضل. تمام يا فندم، لغاية ما نعمل شبكة مخصوصة ان شاء الله. ان شاء الله. فحضرتك يعني هذه القصة سواء التجهيز المؤسسي او تجهيز او قدرات البشر، وفي اجيال مدربه باستمرار في اماكن رائعه تقدم هذه الخدمات. نعم. طيب حابه اعرف من حضرتك يا دكتور اهميه يمكن الربط بين الجهات المصدره لقرارات العلاج سواء على نفقه الدوله او التامين الصحي. هي طريق الشبكه الالكترونيه. يعني المريض بياخد تقرير من جهه التشخيص، بيتبعت بالفاكس للشبكة سواء هيئة التأمين الصحي أو قوائم الانتظار أو العلاج على نفقة الدولة،
المكان اللي هيعمل فيه العملية أو الإجراء التداخلي بيجي له رد بالفاكس بالموافقة والتكلفة. وحتى كان في بعض فترات في نوع من يعني عدم التوافق عليه. يعني دكتور محمد حضرتك معانا؟ وشخصا تعالى بفلوس حضرتك. نعم. دكتور محمد، لو هنتكلم على دور المنظومة الصحية بشكل عام في مبادرة حياة كريمة، إزاي المنظومة الصحية بتلعب دور كبير في هذه المبادرة العظيمة اللي بيستفيد منها أكثر من 60 مليون مواطن، وإزاي كمان بيتم رفع كفاءة المستشفيات اللي موجودة في القرى والنجوع؟ طبعا دي مبادرة جميلة جدا بتقدم خدمات جليلة في كل الأماكن وكل القرى. نعم. وطبعا سيادتك عارف احنا عندنا الرعايه الصحيه بتنقسم الى ثلاث مستويات. مستوى الرعايه الصحيه الاساسيه او الاوليه، ودي اللي بيتم تجهيزها وتطويرها على مستوى القرى والنجوع والاحياء، بحيث ان المركز الطبي او مركز الرعايه الاساسيه الاوليه اللي بيقدم خدمه من حزمه من الخدمات تخدم في المتوسط 5000 مواطن. نعم. فالقرى اللي بيطبق فيها حياة كريمة إذا لم يكن فيها وحدة رعاية أساسية مجهزة بيتم تطويرها وتجهيزها، سواء تجهيزها تجهيزية لتقديم حزمة الخدمات المكلفة بها هذه الوحدة أو المركز اللي هو بيضم كذا وحدة. المهم النطاق البشري ونطاق المساحات أو المسافات تكون فيها سهولة ويسر للمواطن، بحيث ما يبذلش جهود كبيرة من مكان إلى مكان. صحيح. آخر. بتجهز بالأجهزة والمعدات والكوادر البشرية. فهي جزء مهم جدا، لأن طبعا الصحة أساسية في أن الإنسان يعيش حياة كريمة. صحيح. فالصحة جزء والتعليم جزء والخدمات الأساسية جزء ثالث. فالصحة زي ما سيادتك قلت مكون أساسي ورئيسي في هذه المبادرة. طب دكتور محمد، يعني اخبار المدينه الطبيه ايه في معهد ناصر؟ سيادتك بتستكمل كل مكوناتها. والحقيقه يعني هي اضافه كبيره لهذا المركز الطبي المتطور الكبير جدا اللي بيقدم خدمات كبيره جدا. يعني ده مرجعيه للقاهره الكبرى ومرجعيه ايضا لبعض المحافظات الاخرى. فهو توجيه سياده الرئيس ان يكون مدينه طبيه فيها مراكز طبيه متخصصه زي مركز أورام، مركز أشعة، مركز تشخيص معملي، مركز علاجي، مركز صحة مرأة. الحقيقة بيستكمل بطريقة كبيرة جدا. وأيضا سيادة الرئيس رعى المدينة الطبية لجامعة عين شمس التي تستكمل مكوناتها، هي موجودة فعلا ومعهد ناصر شغال فعلا، لكن دي إضافة جديدة وكبيرة لهذا المعهد أو هذه المنظومة الكبيرة بالإضافة لجامعة عين شمس. طيب اخيرا دكتور محمد، معلش احنا طولنا على حضرتك، لكن فيما يخص شكرا. كل سنه وانتم طيبين، ما عنديش سنه جديده بقى نبدا من جديد. شكرا يا فندم. طيب دكتور، عاوزين نعرف من حضرتك اخبار لقاح كورونا ايه بقى، واحنا خلاص يعني في البدايه الفعليه لفصل الشتاء. شوف سيادتك، احنا دلوقتي في موسم الشتاء، وعاده في هذه الفتره الانتقاليه بيكون في مجموعه من الفيروسات كورونا. نعم. في بعض البلاد زي ما سيادتك سامعين طبعا في اعداد كبيره جدا. نعم. انما في مصر الحمد لله الوضع مسيطر عليه. صحيح. الحالات قليله جدا، الحالات مش بس قليله والاعراض بسيطه، الحالات اللي تحتاج مستشفيات تكاد تكون نادره. والحمد لله الوفيات صفر. لكن اللقاح موجود ومتوفر، وانا انصح اللي ما خدش اللقاح ياخده، لان احنا لسه الوباء العالمي موجود ما نقدرش نعرف تطورات ايه. الوضع كويس ومطمئن، لكن اللي ما خدش لقاح او جرعه تنشيطيه انا بنصحه ياخد هذا اللقاح. طيب اللي خد يا دكتور معلش اللقاح سواء كان الجرعتين والتنشيطيه وعدى على الجرعه التنشيطيه 6 شهور، ياخد تاني ولا هذا يكفي؟ ياخد جرعه ثانيه. لان هو يعني التاثير الايجابي او التاثير الوقائي لهذا التطعيم ما بيزيدش عن 6 شهور في المعظم في المتوسط. فلما ما خدش، وخصوصا الفئات اللي هي المستهدفه اللي هي عندها امراض مزمنه، امراض صدر، امراض قلب، امراض مناعه،
انا انصحه انه ياخذ هذا التطعيم. نعم. كل الشكر ليك يا دكتور. دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهوريه لشؤون الصحه والوقايه، كل سنه وحضرتك طيب وبالف خير.